أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن في هذا التواصل المسائي مع برنامجكم من عمان والحديث في الدقائق القادمة عن أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة بدول العالم الإسلامي الذي استضافته السلطنة ممثلة في وزارة التراث والثقافة، والذي أخذ هذا العام شعار نحو ثقافة وسطية تنموية للنهوض بالمجتمعات الإسلامية عبر محورين رئيسيين. كيف من الممكن أن تشكل الثقافة الوسطية منطلقا حقيقيا ومساقا جديدا لإيجاد الكثير من الحلول للأزمات التي تتعرض لها الأمة الإسلامية، ثم كيف من الممكن توجيه مضامين الخطاب الإعلامي نحو نقل الصورة الحقيقية عن واقع المجتمعات الإسلامية. نقترب أكثر مشاهدينا من هذه الموضوعات من خلال استضافتنا لمعالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو. مساك الله بالخير معاليك، سعيد جدا بوجودك معنا. شكرا جزيلا، مرحبا بك. يعني أعمال المؤتمر بدأت يوم الأمس، لكنكم اليوم كنتم في زيارة أيضا لنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015. كيف كانت الزيارة وأنتم أيضا دشنتم مجموعة من المشروعات هناك؟ الحقيقة كانت الزيارة اليوم جزءا من برنامج المؤتمر. نعم. وكما تعلم نحن هنا من أجل نزوة، فهي عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2015 عن المنطقة العربية، ولا بد أن يكون جزءا كبيرا من برنامج هذا المؤتمر. نعم. في نزوة نفسها، وسعدنا اليوم بزيارة هذه المدينة العريقة والمشاركة في افتتاح المركز الثقافي الذي يشكل منارة للمعرفة المناشط الثقافية التي ستنفذ في هذه المدينة. وسعدنا كثيرا بما رأينا في هذا المركز من تجهيزات وإمكانات ستجعل منه إن شاء الله مركزا فاعلا ومؤثرا في المجال الثقافي في هذا الجزء المهم من سلطنة عمان. كذلك تم تدشين شارع الثقافة، وقمنا بزيارة القلعة القديمة في مدينة نزوة وتجولنا فيها ورأينا كثيرا من العروض الفلكلورية والتراثية ونماذج من الصناعات التقليدية التي تورثها أبناء هذه المدينة والتي معروفة في السلطنة بشكل عام. وقمنا بتذوق الكثير من المأكولات الشعبية وشاركنا في بعض الهزجات والرقصات الشعبية التي تمت هناك، فكان عرسا ثقافيا بكل معنى الكلمة. الحقيقة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود الذين شاركوا في هذه الزيارة فوجئوا بما رأوا، واستمعت إلى كثير من عبارات الثناء والإعجاب التي عبر عنها السادة والسيدات رؤساء الوفود. وكانت مفاجأة لهم أن يروا نزوة بهذه الصورة الجميلة وبهذا العمق التاريخي والأصالة الحضارية، وربما معالي الدكتور المزاوجة الحقيقية بين التراث ممثلة في الشهباء القلعة في نزوة وهناك مناحي التطوير الحديث عبر مركز ثقافي. لكن معالي الدكتور، ماذا عن هذا المؤتمر نحو ثقافة وسطية تنموية للنهوض بالمجتمعات الإسلامية؟ من يلحظ شعار هذا المؤتمر يخطر بباله مباشرة سؤال ويقفز إلى ذهني، سؤال متعلق بالمفاهيم. هل نحن نعاني، هل تعاني ثقافتنا الإسلامية من أزمة مصطلحات ومفاهيم؟ لذلك أنتم حريصون دائما على تفسير هذه المفاهيم وبلورتها على أرض الواقع؟ أستأذنك معليك الإجابة على هذا السؤال بعد التقرير القادم. نخرج مشاهدين إلى هذا التقرير الذي يعرفكم إجمالا على أعمال هذا المؤتمر، أهم ما سيتم من مناقشات على مدى يومين في أعماله. بعدها لنعود لاستكمال هذا الحوار مع معالي الدكتور. تتواصل فعاليات أعمال المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي الذي تستضيفه السلطنة تتويجاً للاحتفال بنزوة عاصمة للثقافة الإسلامية 2015، والذي يأتي بهدف تعزيز الحوار بين الثقافات في العالم الإسلامي تحت شعار نحو ثقافة وسطية تنموية للنهوض بالمجتمعات الإسلامية. يشتمل على مضامين هامة لترسيخ الثقافة الوسطية التنموية والوسطية الثقافية، هي مجال أرحب للتعددية والتنوع الثقافي وإحدى آليات الحوار الحضاري الذي يحقق السلم في المجتمعات وبناء ديمقراطية ثقافية مشتركة
تسهم في تقريب وجهات النظر بين دول العالم الإسلامي. جهود منظمة إيسيسكو في إطار الحوار والتنوع الثقافي والرد على حملات التشويه الإعلامي للإسلام والمسلمين هي أحد المحاور الرئيسية الستة التي ناقشتها الدورة في مسقط، بالإضافة إلى جهود المنظمة في تنفيذ استراتيجية العمل الثقافي الإسلامي خارج العالم الإسلامي، وجهودها في مجال تنفيذ استراتيجية تطوير تقانات المعلومات والاتصال في العالم الإسلامي. ويزور أصحاب السمو والمعالي الوزراء اليوم مدينة نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية للتعرف على معالمها الحضارية والتاريخية والشواهد الأثرية وأبرز إسهامات نزوى في تاريخ الحضارة الإسلامية على مر العصور. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام مجدداً. إذن معالي الدكتور، تعرفنا إجمالاً على مجمل أعمال هذا المؤتمر، لكن سؤالنا كان حول فكرة أزمة المصطلحات والمفاهيم. لذلك نلاحظ كثيراً أن هناك تيارين، تيار يدعي التطرف ويرى فيه حرية، وتيار آخر يرى في أن التطرف هي مخالفة لمنطق العقل السليم. الآن ما هو الذي ينبغي أن تعنى به الثقافة الإسلامية في موضوع المصطلحات؟ أولاً يا سيدي الكريم، الثقافة الإسلامية هي ثقافة معتدلة، نعم، تنهل من الأصول القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وتعتمد على اجتهادات العلماء الأعلام عبر العصور الذين كانوا في اجتهاداتهم وفي سيرتهم، نعم، وسطيين يدعون إلى الفضيلة ويساهمون في بناء المجتمعات فكرياً و يتصدون للمشاكل الكبرى وللقضايا والنوازل بعقول منفتحة وبإرادة صادقة للتسهيل على الناس وتيسير أمورهم. نعم. فالإسلام من هذا المنطلق هو دين الوسطية ودين الاعتدال ودين اليسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نعم. فالوسطية هي روح الإسلام ومنهج الإسلام. المتطرفون الذين يلون أعناق النصوص ويفسرونها تفسيرا معوجيا، هؤلاء يبتعدون عن روح الإسلام وعن مقاصد الإسلام. ولذلك لابد من أن نعلن للعالم وأن ننشر في مجتمعاتنا الثقافة الوسطية التي هي ثقافة الإسلام السمح الذي يحترم الكرامة الإنسانية ويحترم حقوق الإنسان ويدعو إلى الفضائل ومكارم الأخلاق ويدير أمور المجتمع بالعدل وبالإنصاف وبالمساواة وبالبحث عن ما فيه الخير للناس والتيسير عليهم. هذه هي قيم الإسلام. نعم. التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أنا معالي الدكتور كنت أقصد بمصطلح الثقافة الوسطية، ظهور هذا المصطلح هل هو رد على ظهور مصطلح الثقافة المتطرفة؟ نعم، الثقافة الوسطية يعبر عنها اليوم بالثقافة التي تقابل الثقافة المنغلقة، الثقافة المتزمتة، الثقافة المتطرفة التي تفسر النصوص تفسيرا غير صحيح. إذن ظهرت أولا الثقافة المتطرفة ثم رد عليها بالثقافة الوسطية؟ لا، الثقافة الوسطية كانت موجودة دائما، ولكنها في الفترة الأخيرة توارت بسبب ظروف كثيرة وأفسحت الساحة لدعاة التطرف والعنف الذين أخذوا في تضليل الكثير من الشباب وإقناعهم بأن ما يقولونه هو التفسير الحقيقي للدين. نعم. وأن من يخالف ذلك يوصم بصفات وأوصاف كثيرة منها حتى التكفير. نعم. والخروج من الدين، وهذا بلا شك أمر جلل ومصيبة كبرى أصيبت بها هذه الأمة. نعم. طيب الآن أيضا ماذا عن مصطلح الثقافة التنموية وثقافة التخلف؟ أولا الثقافة الوسطية هي قوة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمعات الإنسانية وفي المجتمعات الإسلامية بصفة خاصة. إيش علاقة الثقافة بالتنمية؟ الثقافة هي محرك التنمية، لأنه بدون ثقافة التنمية ستكون تنمية فارغة ليس لها روح. الثقافة هي روح التنمية، وهي التي تجعل من هذه التنمية ذات قيمة أخلاقية. التنمية الجامدة، التنمية المادية البحتة تضيع الكثير من الراحة النفسية ومن الإطمئنان النفسي ومن الاستقرار الاجتماعي في أي مجتمع من المجتمعات. ولذلك في الثقافة الوسطية التي تنبع
من تعاليم الإسلام السمحة وتستند إلى أصول الإسلام الثابتة وتنفتح على العصر هي ثقافة تنموية، هي ثقافة تنموية. نعم. تحرك التنمية وتقويها. نعم. إذن هذه المصطلحات وهذه المفاهيم كيف سيركز عليها المؤتمر، أو كيف يركز عليها في يومه الأول وسيركز عليها أيضا في يومه الثاني يوم الغد إن شاء الله من خلال موضوعاته ومحاوره المختلفة؟ الحقيقة المؤتمر في اليوم الأول ركز على مجمل الوثائق المعروضة في جدول الأعمال واعتمدها، ومن بينها هذه القضايا. نعم. قضايا الوسطية الثقافية، و الأهمية الكبرى أن تكون هذه الثقافة هي السائدة في مجتمعاتنا، وأن تستخدم أيضا الوساطة الثقافية، وهذا مفهوم مستحدث جديد في الإسهام في حل المشاكل والخلافات التي تحدث في المجتمعات الإسلامية. لا يكفي أن تكون الحلول دائما ذات صبغة أمنية أو صبغة أخرى لها أدواتها وآلياتها، وإنما يجب أن تفعل الثقافة والوساطة الثقافية في حل المشكلات التي تطرأ في المجتمعات الإسلامية لتقريب وجهات النظر، لأن المعول عليه في نهاية المطاف. نعم. أن هذه الأمة بكل تفرعاتها وشعوبها التي تنتمي إلى أعراق مختلفة وتتحدث لغات مختلفة، هي تنتمي إلى هذه الأمة، أمة. نعم. الإسلام التي تجمعها كلمة التوحيد، و تجتمع حول قرآن واحد وحول نبي واحد وتتجه إلى قبلة واحدة. هذه الجوامع الكبرى، الوساطة الثقافية تقوي هذه الجوامع وتذكر الناس بها وتساهم في حل المشكلات التي قد تطرأ في مجتمعات الإسلامية والتي قد تحدث بسبب الابتعاد عن هذه الجوامع. نعم. طيب، يعني معالي الدكتور، هناك مشاركة وزخم كبير من الحضور لرؤساء الوفود من أصحاب المعالي والسعادة الذين يمثلون مختلف وزارات الثقافة في العالم الإسلامي. ألن كيف من الممكن أن يستثمر هذا اللقاء في عرض مجموعة من التجارب الناجحة التي طبقت مفهوم الثقافة الوسطية واستعراضها وإمكانية تطبيقها على بقية دول العالم الإسلامي؟ بالطبع، نحن في جدول الأعمال طلبنا من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود أن يقدموا تقارير. نعم. عن جهود بلدانهم في هذه المجالات. نعم. واستغرق تقريبا هذا العمل جزءا كبيرا من اليوم الأول من المؤتمر. نعم. وسنواصل الحديث فيه إن شاء الله غدا لنستكمل بقية العروض والتقارير التي يقدمها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في هذه الموضوعات المهمة. وأنا أعتقد أن هذه الفرصة التي أتيحت لنا. نعم. لعقد هذا المؤتمر في سلطنة عمان هي فرصة ثمينة، لأن سلطنة عمان بتاريخها العريق، بواقعها المزدهر، بالانسجام الكبير بين مكونات هذا المجتمع العماني الأصيل والسياسة التي تنتهجها هذه الدولة العضو في منظمة التعاون الإسلامي وفي الإسيسكو، ترسخ هذه القيم وهذه المفاهيم وتجسدها. فأعتقد أن هذه الفرصة أتيحت لكل من حضر هذا المؤتمر لكي يتعرف أيضا على نموذج حي لمجتمع عربي إسلامي تتمثل فيه الكثير من هذه الأمور التي نناقشها في هذا المؤتمر. طيب، أيضا المحور الثاني الأهم الذي يركز عليه هذا المؤتمر فكرة توجيه المضامين الإعلامية بما يخدم الصورة الحقيقية الواقعية عن العالم الإسلامي. كيف سيتم مناقشة هذا المحور وإمكانية نقل الصورة الذهنية الحقيقية عن عالمنا الإسلامي إلى العوالم الأخرى؟ هناك قضيتان في هذا المجال. نعم. القضية الأولى، ما يجب أن تقوم به وسائل الإعلام في العالم الإسلامي للتعريف بالإسلام ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية. نعم. وحث المجتمعات الإسلامية على البناء والعمل والإنتاج، لأن الإسلام في دعوته للإعمار ولتحسين الحياة ركز على العمل. نعم. وأكد أهميته في حياة المسلمين، فالإيمان مرتبط بالعمل. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعمل الصالحات ليس فقط الفروض الدينية، وإنما كل عمل ينفع الناس ويمكث في الأرض هو عمل صالح. هذا أساس مهم. هناك أيضا المضامين الإعلامية في وسائل الإعلام الغربية التي تشوه الإسلام وتنفر شعوب العالم من الإسلام، وتأخذ نماذج شاذة في بعض المجتمعات الإسلامية وتضخمها وتجعل هذه النماذج الشاذة هي الصورة المعبرة عن الإسلام، وهذا ظلم وحيف يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع الإعلانات الدولية ومع كل المواثيق التي اعتمدتها دول العالم. لذلك فأردنا من معالجة هذه الصورة أو هذا المجال أن تكون الصورة بجانبيها متكاملة. نعم. من جانبنا نحن في العالم الإسلامي ننمي وسائل إعلامنا ونوظفها التوظيف السليم لكي تحقق ما نريد
من تصحيح للصور المشوهة ومن تعريف بحقائق الإسلام وتوجيه لشباب العالم الإسلامي نحو فضائل الأمور ونحو البناء والعمل، وفي الوقت نفسه تبيان أن ما تقوم به كثير من وسائل الإعلام الغربية من ظلم للإسلام وإساءة إليه لا يتفق مع القوانين الدولية والمواثيق الدولية ولا مع حرية التعبير، لأن حرية التعبير مقيدة باحترام الكرامة الإنسانية والمقدسات التي يحترمها ويقدسها المنتمون إلى الديانات المختلفة. ومن هذا المنطلق لا بد من مراعاة هذه الجوانب، لأن الحرية التي أمارسها تقف عند حرية الآخرين. بالضبط. طيب، نحو ثقافة وسطية تنموية للنهوض بالمجتمعات الإسلامية، كيف تعمل الثقافة الوسطية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر أسلوب وعبر مشروعات ووسائل الثقافة المختلفة؟ إذا عدنا إلى ما يدعو إليه الإسلام من اهتمام بالعلم والتعلم والإتقان والإعمار، إعمار الكون وفهم الوظيفة التي من أجلها خلق الإنسان، وهي إعمار هذا الكون والإحسان فيه. مرتبة الإحسان في الإسلام هي المرتبة العليا، نعم، التي تبين أن الإسلام دين عالمي ودين متسامح ودين إنساني، ليس للمسلمين فقط بل هو لكل البشر. حتى أن المولى سبحانه وتعالى عندما ذكر الكرامة في القرآن الكريم للناس لم يحصرها ويقصرها على المسلمين فقط، قال ولقد كرمنا بني آدم. فالكرامة التي كرمها الله سبحانه وتعالى للناس هي كرامة مطلقة لكل الشعوب ولكل الأجناس، ليست للمسلمين أو للعرب أو لفئة من الفئات بعينها. فمن هذا المنطلق نعرف أن التقيد بتعاليم الإسلام وتتمثلها في الحياة هو ما يمكن الإنسان المسلم من أن يكون إنسانا فاعلا وعاملا وبانيا لمجتمعه ومساهما في بناء الأسرة الإنسانية بكاملها ونشر الفضائل فيها والتعاون على ما ينفع الناس جميعا، نعم، لأنها رسالة للخير ورسالة للهداية والإعمار. هذا هو الرابط الذي يربط الثقافة الوسطية بالتنمية. نعم. هي تنمية داخل بلداننا وتنمية نشارك بها أيضا في العالم لكي يكون للمسلمين المكانة اللائقة بهم والسمعة التي يستحقونها كأمة أكرمها الله سبحانه وتعالى بهذا الدين وجعلها داعية إلى الخير وشاهدة على الناس. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة على الناس ليست بالمال أو بالجاه أو بحسن اللباس، الشهادة على الناس تكون بالعمل الصالح، بالعدل، بالعدل، بالإتقان، بتحقيق ما ينفع الناس ويدين في هذه الحياة الأمن والسلم والكرامة. نعم. طيب، معالي الدكتور، يعني صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة وضح في كلمته الافتتاحية الترحيبية في افتتاح عمل هذا المؤتمر إلى السنة الحميدة التي تنتهجها المنظمة في أن تكون عاصمة، أن تكون مختلف المدن الإسلامية عواصم للثقافة بشكل دوري. كيف من الممكن أن تسهم هذه السنة الحميدة في أن تشكل أداة حقيقية للثقافة الوسطية المعتدلة التي تسهم بالتالي في تحقيق التنمية؟ هذه النماذج التي نراها في العواصم الثقافية، ونحن بدأنا هذا البرنامج في عام 2005 باحتفائنا بمكة المكرمة شرفها الله كأول عاصمة لأنها مهبط الوحي وقبلة المسلمين، ثم انطلقنا بعد ذلك نحتفي في كل سنة بثلاث عواصم، عاصمة في المنطقة العربية وأخرى في المنطقة الآسيوية وثالثة في المنطقة الإفريقية. هذه العواصم منذ عام 2005 حققت نتائج جد مهمة في تنشيط العمل الثقافي، في نشر الوعي، في التأكيد على أن الإسلام دين يأمر بالإحسان والإتقان والعدل ويحث على فضائل الأمور ومكارمها، وأن الإنسان المسلم يجب أن يكون إنسانا سمحا مراعيا لكل مصالح أمته ولشعوب العالم أجمع، وأن يساهم في بناء وطنه وينميه ويحافظ على ممتلكاته ومكاسبه، وأن يعيد إحياء هذه الكنوز والمآثر الثقافية والحضارية التي تزخر بها بلاده ليتعرف عليها ويعرف بها. نحن أمة أكرم الله سبحانه وتعالى بكثير من الأمور التي لا توجد في كثير من بلدان العالم، نعم، في بلداننا المآثر الحضارية، في بلداننا المعالم التاريخية، في بلداننا العلم والهداية. هذه المدينة نزوة التي احتفينا بها، نعم، هي مأوى ومنبع الكثير من العلماء والفقهاء والأدباء والصلحاء، وفيها مساجد تعود إلى الصدر الأول من العهد النبوي في السنة الخامسة والسابعة والثامنة من الهجرة. نعم. فهذه الكنوز العظيمة في هذه المنطقة
يجب أن يعرفها شباب عمان ويعرفها شباب العالم الإسلامي كله، لأننا حينما نستعيد التاريخ ليس فقط لنعود لنعيش فيه، إنما نستعيد التاريخ لنتأسى به ونبني عليه وننطلق نحو الأمام لنصنع حضارة جديدة. نعم. وأيضا أنت ذكرت نقطة في غاية الأهمية في كلمتك الافتتاحية حول أن نزوة إضافة إلى كونها منبعا للثقافة الإسلامية ساهمت في بناء الثقافة الإنسانية عبر تخرج مجموعة من العلماء الأطباء والعلماء الفلكيين والعلماء المهندسين. طيب الآن معالي الدكتور، ماذا عن التوصيات التي من الممكن أن يخرج بها هذا المؤتمر في تشكيل استراتيجية عمل ثقافي تنشد الوسطية الثقافية في المجتمعات الإسلامية؟ في نهاية المؤتمر ستعتمد القرارات الخاصة ببنود جدول الأعمال. نعم. وسيتم الاتفاق على إعلان مسقط. نعم. إعلان مسقط يجمع كل هذه المعاني وهذه المنطلقات والتوصيات التي تحدثنا عن جزء منها والكثير من القضايا التي لم نتطرق إليها الآن، وسيكون هذا الإعلان هو الخلاصة التي تعبر عما تم إنجازه في هذه المناسبة الكبيرة والعزيزة والتاريخية، والتي ستجعل من هذه المناسبة قدوة لكثير من الدول ليتأسوا بها. وفي الحقيقة لا أجامل، وقد استبعت اليوم إلى عدد كبير من الوزراء الذين قالوا إنكم نجحتم في أن تجعلوا من هذا البرنامج برنامجا نافعا ومؤثرا، وأرجو أن يستمر. في العام القادم سنحتفي بالكويت عاصمة الثقافة الإسلامية في المنطقة العربية، ثم بعد ذلك سنحتفي بعمان وبسنار في جمهورية السودان، والمؤتمر المقبل سيعقد في الخرطوم بمناسبة اختيار سنار عاصمة للثقافة الإسلامية. وقد اعتمد المؤتمر التاسع هذه القرارات يوم أمس. أعتقد أن هذه المناسبة هي فرصة لنا في العالم الإسلامي لكي نعرف قيمة تاريخنا وحضارتنا، ولكي نبني على ذلك، لا أن ننغلق في الماضي وإنما أن نستفيد من الماضي ليلهمنا كيف ننطلق نحو المستقبل منفتحين على مستجداته ومعطياته وما فيه من إبداعات، لننمي وجودنا ونقويه، ولكي نقوي أيضا الوشائج التي تربط المسلمين بعضهم ببعض. الأمة الإسلامية أمة واحدة وإن اختلفت لغاتهم وأجناسهم ومواقعهم الجغرافية. نحن نشكرك على وجودك معنا معالي الدكتور، نرجو لعمل هذا المؤتمر في يوم الغد إن شاء الله كل التوفيق والخروج بالتوصيات التي تنشدونها من خلال تنظيمكم لهذا المؤتمر. شكرا لك على وجودك معنا معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لسيسكو. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. ونلتقي على خير إن شاء الله. شكرا لك معالي الدكتور. إذن مشاهدينا مستمرين معكم في بقية متابعاتنا، ستكون لدينا أيضا متابعة أخرى للحديث عن مجموعة المشروعات التي تم تدشينها اليوم في نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية من خلال استضافتنا لسعادة الشيخ وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية، والحديث عن المركز الثقافي في نزوة، شارع الثقافة، الحديث عن مجسم نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية ومشروعات أخرى موضوعات أخرى في متابعة قادمة. أما المتابعة القادمة ستكون إن شاء الله مع الزميل حفيظ جعبوب وساعد جديد من سواعد بناء عمان.